السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدينا لعبتنا في لعبة امباير، وار اوف امباير. هاي اللعبة بتحدث عن الحروب بين امبراطوريات، فانا اليوم اخترت الامبراطورية الالمانية وحبلش في اول مهمة عندنا، اول حرب عندنا. رجاء اشترك في القناة ورجاء ادعموني وبدينا الحلقة. بسم الله. طبعا هاي اللعبة جميلة جدا، هي تتحدث عن حرب 1914 1918، يعني حرب قوية جدا بين الروس والألمان والإيطاليين وهكذا، يعني حرب قوية. بدأنا اللعبة. طبعا معي جيش جدا كبير، فخلينا نشوف. الجيش الألماني هذا، استنى خلينا نتحكم فيه أول شي ونمشي. طيب هنا ايش راح نسوي هسه؟ راح نحطه هون عشان ايش؟ نحمي المنطقة، وجزء من الجيش اللي ظل عندي هون هذا الجيش راح ناخذه. وين نحطه؟ نحطه هون قبال هذا. طبعا اللي بدكم اياه يركض بسرعة، بس انقر مرتين على كليك يسار بصير سريع. شوفوا كيف، مثلا هذولا حطوا لهم مثلا كليك يسار هون، شوفوا مسرعهم كيف صاروا. هسه المدفعية ونعطيها جنديين. طبعا المدفعية ممتازة، يعني مش اي شي، جدا ممتاز المدفعية. حطوا لها جنديين، هي نحن نتحكم بالمدفعية. هذا فرس، فرس روسي. طبعا هم اياتهم هون حاليا جنودي، الحمد لله في امان. نستخدم المدفعية، شوف كم طلاقة فيها، بس ايات المدفعية احنا لسه مستخدمين فيها 6 طلقات الى 5، هيك 6 و5. كمان شفت الصفحة الرئيسية فوق راس الصفحة، في وقت، هذا الوقت لما يخلص بتصير بيجو جيش حسب المكتوب. يعني شوف المدفعية ضربت، اوه ماي جاد. شو قصة المدفعية بتضربون كذا؟ اوه ماي جاد، دمرتهم. ايوش يا سلام، رصاص مهم يا رصاص. طبعا هسه لازم احنا نظلنا صامدين لمدة 7 دقائق وشوي، يعني 7 ونص تقريبا. واه هجم الجيش، شوف كيف هسه هون نفجر المنطقة عليهم. اضرب 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 اضرب، ابلع ابلع يا معلم، فجرناهم، فجر الدار الساي. اضربهم يلا، روح امسح. وال بطل عندي طلاق. باي دمر الجيش الروسي، دمر تدمير شامل. بس احنا ما نستخدم برضو، احنا هاي كويس، صواريخ هاي. يعني بعت لنا جندي، اصبروا بعت لنا جندي هسه. طب بدكم منها كمان اعطونا، دعمونا في لايك اذا بدكم يعني حلقات كثير، انه صراحة اللعبة عجبتني، بس لعبتها عجبتني يعني جميلة جدا صراحة. يعني
اكتبوا لنا في التعليقات في الكومنت، يعني عندكم اي شيء العاب اكتبوا لنا، ما في مشكله. هسه احنا حاليا راح ناخذ طلق من وين، هسه افرجيكم من وين. هسه احنا راح نروح لهون، استنى، لا 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 مش هيك مش هيك، غلط غلط، راح نروح على الآلة نفسها، بدي منها طلق لأنه خلاص تمام. تمام، ميات الجيش الروسي، بس شوف المدفعية بتوصل، يا رب توصل المدفعية، نفجر المنطقة اللي عنده ماي. يلا اضرب اضرب اضرب، اه بطل في عندنا طلاق. تمام، هسه ان شاء الله نعطيهم طلق، ان شاء الله يصير، بس طلق هذا يضرب فيه يعني. اسرع 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 اسرع، يلا هسه بنستخدم المدفعية. اه بصير بصير طلق، ممتاز، اضربهم هسه يا عمي، اقصفهم بسرعة 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 بسرعة، كم يفجرونا بسرعة. اوه الجيش عنا راح، وين المدفعية؟ شو قصتها المدفعية؟ اولي مش راضي تضرب المدفعية. دمر، انسى الوضع، دمار، استخدم المدفعية بسرعة. يا الله، اضرب اضرب، يلا اضرب، فهي مشكلتها بتطول شوية عم تضرب، بس يمكن بدها طلع قاص فيها عشان هيك صار تضرب. يلا حلو حلو، عادي عادي، ما عليهم قنبلة هسه من بعيد عشان ياكلوا هوا. ايوه اكلوا هو، خلص مع السلامة. اوه ماي جاد، يلا اصمدوا شوي، بس بس شوي، يلا 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 يلا، بس شوي، اصمد الجيش اصمد.
يلا مش ضايل شي. دقيقة مش ضايل شي. الإمبراطورية الألمانية قوية والروسية قوية كمان. والله اثنين قويات. طبعا فيش بعد مسلمين، قوتهم عالية. أسرع 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 أسرع. انسى الوضع، دمار. خلاص مش ضال شي. شوف تحكم في هذول الجيش، هذول خليهم كويسين وضعهم يعني جيد. اما في حالة هذول خليهم يقصفوا هذا، خليهم يقصفوه. مات خلاص، اللي بعده. ايوه اتس داون. لازم ننسحب حاليا، لازم ننسحب بسرعة. بس خلص الوقت، لازم ننسحب على طول من المعركة. طبعا احنا انتصرنا، ولكن هذا امر القائد، نقدرش نحكي له شي يعني. كفروا كفروا. اه باي. يلا 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 يلا. يلا انسحاب انسحاب. مش سريع انسحاب. بسرعة 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 بسرعة. تعب الجيش. ها وال سيطرة. ايش والله. كويس كويس. تمام. خلاص حاليا احنا نعتبر يعني فايزين في المهمة، مش خسرانين. يلا وصلنا هنا. تمام، ما دام الجيش وصل ما تخلص، الوضع كويس. مين ظل هون بالمعركة؟ انسحاب انسحاب. ممتاز، انسحب الجيش خلاص. فول باك. اي كومبليتد، كملت المهمة خلاص. اها هنا. تبوا نعمل عليها سلسلة؟ ما في مشكلة. وهيك بتكون، وهيك بتكون انتهت حلقتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.